للحديث عن الموضوع معنا من أبو ظبي العميد خالد النسي المحلل العسكري. عميد خالد، مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. هذا التقدم العسكري الذي وصف بالكبير، إلى أين يأخذ بمستوى المعارك في اليمن بين الميليشيات والقوات الأمنية؟ طبعا بالنسبه للانتصارات الملحوظه وخاصه في جبهه صعدة بشكل عام، وهي فيها اكثر من 5 جبهات في اطار محافظه صعدة، هي تعتبر انه كل الانتصارات اللي تحقق يوميا هي تعجل من نهايه المشكله او الامنيه بشكل عام او الانقلابيين الحوثيين داخل اليمن. مع المعروف انه بالنسبه لمحافظه صعدة هي معقولهم الرئيسي، واي انتصارات هي فعلا تسبب بشكل يعني ضغط مباشر عليهم، وخاصه فيما يتعلق بجبهه مران. الانتصارات وخاصه في الملحوظه في اليومين هذه هي الانتصارات اللي موجوده في جبهه الساحل الغربي، وخاصه وصولهم الى مفرق المخا وباتجاه مقبنه، وايضا بشرق مديريه حيس. هذه انتصارات ملحوظه ايضا، وتامن القوات الذي يتم اعدادها على الساحل، الذي بتكون مهمتها طبعا الوصول الى الحديده وتحرير الميناء بالتحديد يعني. نعم. الانتصارات خاصه فيما يتعلق بالساحل الغربي وفي محافظه سعده هي تعتبر يعني انتصارات ملحوظه، وان شاء الله سوف تعجل بالقضاء على هذه الجماعه الارهابيه. طيب عميد خالد، ايضا من ضمن الانتصارات الملحوظه، احد المواقع اللي تكبدت الميليشيات خسارتها هو موقع مفرق البرح غربي تعز. اهميه هذا الموقع عميد خالد؟ طبعا بالنسبه لمفرق البرح هو ما يعتبر موقع رئيسي واستراتيجي، لانه يعني يتصل باكثر بشبكه طرق تتجه على اكثر من موقع، وخاصه المواقع الشرقيه من هذا الموقع تعتبر مرتفعات جبليه ساعدت الانقلابيين بالتواجد منها في هذه المرتفعات واطلاق الصواريخ الحراريه باتجاه القوات الموجوده على ساحل البحر. ايضا بالوصول الى مفرق البرح تعتبر انك يعني عزلت المناطق الساحل عن المناطق الجبليه في محافظه في اطار محافظه تعز. ايضا امنت القوات اللي موجوده في حيس، وخاصه في باتجاه يعني شرق حيس، حتى ممكن سيطر نيرانيين على كل مديريه مقبنه، وايضا حتى المرتفعات اللي موجوده في اطار محافظه الحديده والمرتفعات الشرقيه وخاصه في جبل راس. اذا هذا موقع استراتيجي سوف يعني بالسيطرة عليه سوف تقود الجماعه الحوثيه صعوبه في التواصل في اطار جبهتها في قرب تعز وفي المنطقه الجنوبيه لمحافظه الحديده، وايضا سوف يسهل ويأمن كل القوات الذي موجودة في حيس وأي قوات تنطلق باتجاه الحديدة. تقطع أوصال الحوثيين في مناطق تواجدهم عميد خالد، إلى أي حد أضر بالعدة والعديد للميليشيات في تلك المناطق وعجل من الانتصار النهائي؟ طبعا هنا في خطه يعني خطه تعتبر يعني حكيمه نوعا، انه خاص فيما يتعلق بمعركه الساحل الغربيه قبل التوجه الى الميناء او الى الحديده بالتحديد. هو هنا في مهمه الان انه كيف يتم تقطيع اوصال الجماعه الارهابيه موجوده في قرب تعز وفي المنطقه الجنوبيه للحديده. فهذه الان هذه الاستراتيجيه هي المتبعه الان، انه كيف يعني بحيث انه يقل صعوبه في انه كيف يمد قواته، كيف يتواصل مع قواته، كيف يعني يتم قطع خطوط امداده وتعزيز الجبهات والقادمه خاصه القادمه من اب ومن دمار عبر المرتفعات اللي موجوده باتجاه جبل راس، وايضا المفرق اللي موجود ما بين الجراحي وحيس. اذا هذه الان قبل التوجه، لا يمكن الان الكلام عن اي توجه باتجاه الحديده قبل تقطيع اوصالها، بحيث انه يجد صعوبه في تواصل فيما بين جبهاتها، بحيث انه يسهل بعدين التعامل مع اي جبهات متفرقه. لكن طالما هو يجد سهوله في التواصل مع كل جبهاته، وخاصه تساعد المرتفعات الجبليه اللي موجوده في المناطق الشرقيه من الساحل، سوف تكون هناك صعوبه في اي نعم. قوات تقوم بتنفيذ اي مهمه باتجاه الحديده. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه، حدثنا من ابو ظبي العميد خالد النسي المحلل العسكري.